عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف رازي طبخ الحلويات. كي نقول ذاك الصباح، صباح الخير عليكم. اليوم الموسم الجامعي، كي نقولوا حنا يعني نتمنى لكل الطلبه نتاعنا والطالبات النجاح باذن الله. كما كتشوفوا اليوم، انا اليوم راني بديت من بيت الخزين. كما كتشوفوا نهار الموسم الجامعي بديت بيت الخزين. كما كتشوفي هنايا راني انا جبت العدس، قعدت نقلع من هذوك الشوائب، يعني كان الاخوات على بالهم شي يديروا، يعني نعطوا خطوه ولا كي نقولوا حنا الطريقه اللي نخدموا بها المبتدئات. نعطي المبتدئات باسكو شوفي انا هذا لقيت فيه الروز، يعني مدفق فيه الروز، راني نقي فيه كما كتشوفي. ها هو هنا راح نديره هنا، يعني هذه احسن طريقه باش تخدمي الروز، باش تخدمي العدس. بزاف الاخوات يقول لك يجيني صامت ولا ما مش عارفه كيفاش، يعني طريقه صدقيني جربيها، يعني على ضمانتي انا ما كانش اللي جربت وصفه مواصفاتي الا وما خاش هواء. راكي تشوفي فيه كما كتشوفي هنايا، درتها فيه باسينة كما كان صغير، يعني بورت مونجي كما كتشوفي. ايوا هنا، ومن بعد نزيد عليه الماء، هذا الماء يعني غليت الماء كما كتشوفي كما هاك. ايوا هنا غليت الماء ودرتها فيه، كي نقول حنا غطيت كاع داك العدس تاعي. ها هو هنا نخليه بابار منا بجهه، وهذا الحمص اللي شمختيه معاكم يامس. ها شوفي شوفي كي صباح دايره، كتشوفي الحبه كي صباح دايره ما شاء الله. ها هو هنا كيما كتشوفي بهذيك لا لوفيغ، شوفي كي صباح داير، يعني ما عندي ما نقول، يعني طريقه مليحه من الاحسن يعتمدوها الاخوات في الحمص باش يطيب لك، يطيب الزبده هذا كما كتشوفي فيه، قسم بالله لا يطيب زبده بلا كيكوطه ويطيب لك، يعني المهم نقصي النار، يعني السيدات يعرفوا اللي ما عندهاش كيكوطه تنقص النار. انا ندير لها كيما هكا، ونجيب مثلا نجيب كيما هكا هذا لي ساشي تاع لا كونجيلاسيون. ها هو هنا، يعني ندير الكميه اللي نحوس عليها، فهمتيني؟ ها كيما هكا ندير، يعني نتمنى الاخوات راهم يشوفوا، يعني المبتدئات الاخر هادو ديالك المصري ما لهمش لازمه. ايوا هاك، يعني دائما ديري انا شم اخترطل من هذاك بيت الخزين. شوفي اليوم راني بديت بيت الخزين، اليوم شحال راهي لاطات، اليوم راهي 20 سبتمبر، ها يعني تقريبا اكتوبر راه يدخل. ندير كيما هاكا، ما نديرش يعني فتيتات صغيرين صغيرين، هذه نقسمها على زوج كي نسحق كل مره نجبد، يعني ونعاود نرجع، يعني نجبد الكميه اللي نسحقها ونعاود نرجع. هذه احسن طريقه يعني باش يعني دائما يكون عندك الحمص في الدار، كيما كتشوفي كيما هاك، هذه ندير لها كيما هاكا، يعني اي ساشي عندك استعملي فيها، ولا هذا النوع تاع لي زي بلوك هادو، هذا النوعيه هما هنا يتغسلوا، هادو ماشي غير ديري فيها مره وصايي. ايوا هنا درت هذه ونعاود نعمر هذه، يعني ها بغيتي ديري في ديك النوعيه ولا ديريها. ها شوفي كيما هكا، يعني نعمر انا الحمص نتاعي وندير في المجمد اوكي نسحق نلقى، مانيش مجبره باش نكون مقلقه ونحوس، وسورتو ديك الطريقه تاع يعني تاع لا ليفير اللي فيه سنوات نخدم بها انايا، ديجا درت لكم في بدايه القناه، يعني انا مع كاع من عند اهلي من بكري كانوا يديروا البيكربونات، ومن بعد ولاو يديروا لا ليفير. هاك حتى اللحم ولا الدجاج كي حنا ديري فيه يعني زوج دقائق تلقيه مفتت. ها كيما هكا ندير انا في المجمد تاعي، والعدس تاعي راه يتشمخ كيما كتشوفي. ايوا هنا كيما كتشوفي العدس تاعي راه يتشمخ، وهنا درت شويه تاع زيت حوالي 3 مغارف ولا 4 تاع زيت. انا الزيت اللي نقلي فيه الفريت هو اللي نطيب به المرقه كيما كتشوفي كيما هكا. يعني انا نقول للاخوات يعني ولا البنياتنا ولا يعني بزاف يشكون العدس، يعني طريقة العدس ما يعني ما يجي صامت، هو اصلا غير حاره مش عارفه كيفاش راه يجي صامت، بصح كاين طريقه نخدموه بها. شوفي عندي فتاتة هنايا تاع الحم، تقدري ديري دجاج غير فتاتة باه هذه حاسبتها قل من حبه المشمش، ديري مغرف تاع طوماطيس كما وريتك، حبه تاع زروديه صغيره يعني جزر صغيره رفيتها، عندي حبه بطاطا يعني صغيره كاع صغيره قل من حبه البيض كاع، قطعتها مكعبات كيما كانت صغيره، درت الملح، درت فلفل اسود، كمون، كركم، ملح كيما كتشوفي هنايا، الكمون دائما معروف اللي في البقوليات نديرو،
تشوفي هنايا نوريو المبتدئات. ها هي هنا طريقه تاع الطوماطيس، شوفي كيما وريتكم. ها شوفي هذه تاع التجميل احسن طريقه، حافظنا على الاكل نتاعك. نديرو حنايا يعني نصور البطاطا تاع الطوماطيس في شتا شهر، انا قلت لك شد لي شهر خلي لي كيما هاكا كيما تشوفي. الدجاج ديري ديري الجناح ديري لي سونسيال ديري اي حاجه خلي كيما هاكا اختي. وهني راسك هاي وينا دوك انا نقطر داك الاخر العدس تاعي نقطر من هنا. نورمالمون نديرو البقوليات بالماء، بصح كل وحده والطريقه تاع الطياب تاعها كيما كتشوفي هنايا. كي بدا يتقلى نزيد هذاك العدس تاعي. ها نزيد العدس تاعي هاوينا. يلا نقول لبناتنا المبتدئات كيفاش يطيبوا. هاوينا وقعد يتقلي فيه شويه، غير شويه قلي ماشي بزاف هاكا. ويكون ما عندك حامي لازم تمرقي بالحامي. ها بسم الله. ها العدس نعرفو يطيب بالخف، يعني ما تقويش الماء ومن بعد تولي لك حريره. كيما هاكا كيما راكي تشوفي فيه هاكا. ونبلع الكيكوطا يعني ندير سيفلي، بصح نقصي نقصي يعني النار الى اقصى درجه، يعني نقصيها غير كي الشمس فهمتيني، يعني باش يطيب لك بالخف. شفتو دابا الموسم الدراسي يعني الدراري تعرفي كاين اللي يجي على 10 كاين اللي يجي على 11 كل واحد وسا ديبون كيفاش يجي، يكون فطورهم ديما الواجد. هنا بنتي كانت لابسة وباش تروح للجامعة، كنت خلي صحاباتي يشوفوك. اليوم ثاني بغيت نكلم الأخوات على متطلبات الإقامة الجامعية، يعني اللي عندهاش يعني طفلة ولا طفل يعني ماشي للجامعة. أنا عندي بنتي يعني سنة عندها دوزيام اني، يعني ديجا عندي خبرة يعني من ولدي الأول، من ولدي يعني صايرة كمل، وعندي خبرة يعني من بنتي، يعني دائما نتمشى مع بنتي انا هذه اللي عندي غير طفله واحده في زوج شاشره. المتطلبات الجامعي ماشي غير ترسلي بنتك تروح تقرا ولا ولدك يروح يقرا ولا تقولي نعطيهم الدراهم يا صايي، لا ضربك الجامعه. كي نقولوا حنايا الاقامه الجامعيه ما قعدتش كيما بكري، يعني كاين طلبه قلال ياكل شويه مليح، زوج في الشومبره منا ولا واحده في الشومبره. دوك راه كاين شي اقامات حتى ثلاثه اربعه في الشومبره، وعلى بالك تعرفوا بالمشاكل تاعهم مساكين في الماكله في الدوش في هذا الصوالح تعرفوهم. يعني من الاحسن يعني نعطي نظره للاخوات، يعني انا من خلال تجربتي باش يعني من دروك يعني راه ديجا راه مصاير مدخلوا اليوم ودوك يبدو كاين اللي مازال ما جاتش، باش تدي يعني للحوايج اللي تسحقها في الاقامه الجامعيه احسن ملي تدي الدراهم وتفطفطها وتقعد مسكينه. سحتوا اللي يقروا في لي كوند فيل كيما انا بنتي تقرا في وهران. كنقولوا حنايا يعني مدينه كبيره ما يعني غير المواصلات منا يعني ما عندهاش الوقت حتى باش كنقول حيا تقرا يا تضلي دور توصل دراهم وعيشه غاليه. من الاحسن ديري لبنتك في طايمه ولا لولدك في دارك، يعني انا هذا اللي بغيت نقولها لكم. اول حاجه اش ديري لها؟ ديري لها بريس اذا تشرب القهوه كيما انا بنتي تشرب القهوه، ديك لها بريس صغيره كيما تشوفي هذه عندي في الدار. هادي كاع من يعني ولدي من كان يقرا في الجامعه دائما كان يديها دابا خليتها لبنتي. ديري كيما قال لي اللي يشربوا لاتاي ديري لهم برا تاع لاتاي، وديري تيرمو معها صغيره دوك لي تيرمو الصغار هذوك، باسكو علاه كيتخلط ويبقى لها ديريها في التيرمو. القهوه ثاني كذلك ديري لها بريس صغيره كيما راني دايره، ولا ديري لها بريس صغيره كيما راني دايره انا كيما هكا. هذا البريس ثاني يطيب الاحسن العبر اللي تشربها، اللي ما تشربهاش ديرها في التيرمو، يعني كي تروح تقرا وتجي تقول لي او ما باش القهوه باش ما تقعدش مشغوله تحوسش تاكل. والماكله تاع الاقامات الجامعيه حدث ولا حرج، حدث ولا حرج قسما بالله. قال لي ولدي اللوبيا والحمص هكا يابسه، السلطه قال لك غير ما شعبه كاع كي حاطينها، يعني ما هنا ماكله ما هنا ماكله، يعني باش ولادكم يرتاحوا نفسيا خدموا لهم كيما هكا. قلت لك انا يا شوفي دايره لها بريس كيما كتشوفي كيما هكا، ودايره لها شوب معاه، دايره لها تيرمو صغيره يعني غير دوك ترميات صغار اللي مازال ما جبتهاش، ترمو صغيره. المواد تاع التنظيف يعني تدي معاها لافسول وجافيل، وهي تستعمل جافيل باش تنقي الشومبره نتاعها، باسكو نعرفوا كانت مخلفه تاع كورونا باش تنقي الشومبره نتاعها. هذه كنت البويه كي توصلها
شري لها مواد تنظيف باسكو مواد التنظيف ما كان لا ديرها مع المواد الغذائيه. شوفوا شاني دايره، ها دير لها وحده تاع تويسكو ها هنا، شوفوا بيتي الخزين كي ينفع. انا غير من بيتي الخزين جبت، والله العظيم لا غير من بيتي الخزين جبت ونعطي لبنتي، مانيش مجبره باش نروح نشري لها من جديد ولا بويها يشريلها من جديد. بيتي الخزين قلت لك يعني تاع الطوارئ في كل شيء. ها وينا جبت لها وحده تاع تويسكو، ها وينا ها وحده تويسكو، جبت لها وحده قهوه باسكو انا بنتي تشرب القهوه، يعني راهي غير وحدها ماشي هي والطفله اللي معاها ثاني ولا اللي ثاني باينه باللي تجيب يعني المشتريات تاعها، يعني يديروا مع بعضهم. المهم انا ما خليش بنتي يعني تحتاج وصاي. درت لها وحده تويسكو انكو تبغي تشرب تشرب شيكولا، درت لها وحده قهوه انكو تبغي تشرب القهوه، درت لها معاها براسا هي وينا وحده لحظه جبتها من عندي زوج انا تاع الاولويا في بيتي الخزين، جبت لبنتي وحده هاي وينا درتها لها، داير لها وحده تاع السكر هاي وينا يعني السكر يكفيها، وحده تاع السكر درت لها وحده تاع طوماطيس علب، يعني نعرفوا يبغوا يطيبوا للبنات يبغوا يطيبوا، كان حتى الشاشره ويطيبوا. انا ولدي كان يطيب صحيح صح، ما تعجبهاش ديك الماكله يطيب يعني تما ريزيستونس ويطيب ومهني راسه. وحده ملح على بالي بلي تشد لهم يا عصراه، مثلا كيما الكوافريط ولا، قلت لها هاد الصوالح هادي معليش تشريها من برا تما، ما يعني ما تديش الدراهم بزاف. وحده مقارون بنتي تموت على المقارون، درت لها وحده سباغيطي ثاني اونكور تبغي دير سباغيطي طيبها وحدها، درت لها وحده درت لها كيلو تاع لوبيا ثاني من بيت الخزين. شوفيها على قلت لك بيت الخزين مليح. كاين اخوات يعني في لي كومونتير يعني تقولي انت كاع مش عايشين في المجتمع، علاكم تلموا وعلى راكم دايرين ورمضان وتموتوا يا اختي موتي غير انتيا، على تحوسي علينا حنايا نموتوا ولا نقعدوا، حنا المهم ديارنا مقيومين وليداتنا مصوري. درت لها وحده لوبيا هاي وانا بنتي تبغي لها اللوبيا، درت لها كيلو. انا قلت لك انا بيت الخزين راني نجبد الشامبوان، ها هو هنا درت لها وحده شامبوان ودرت لها وحده ابخي شامبوان، هادو تستعملهم هي هذا النوعيه، عندها شعر قلت لك شعر شعر دهني. الزيت راح قلت لها لبويها كي توصل ثما شري لها قرعه تاع زيت باسكو الزيت ما تحسيش تخافي لا يدفق لها ولا، قلت لها شري لها قرعه تاع زيت كيما كي تشوفي هنايا. هادو قلت لها ديهم معاك، هي الحمص والعدس هادو شويه ماهيش هي وياهم داكور، هي تبغي غير تاكل اللوبيا تبغي تاكل سباغيطي تبغي تاكل مقارون، معناها كي تدي لبنتك ولا ولدك ديري لها حوجبيه كلها برك ولا اللي تاكلها، خصوصا ركزي لها على لحظه لحظه ركزي لها عليها فهمتيني، باسكو لحظه تشرب بها قهوه تشرب بها شيكولا فهمتيني، ديري لها بورتمونجي ثاني صغيره باش دير فيها لحظه دوك هذيك تحلها، ما تخليهاش كيما انا كنعرفوا بالاقامات الجامعيه يعني الكريلو كاين ودوك الصوالح، من الاحسن ديري لها بورتمونجي ديريها فيها ديرها فيها، انا نشري لها بورتمونجي طويله كيما هكا ندير تفرق، قلت لها كي توصي تما فرغيها فيها، يعني هادو اللي تبغي تاكلهم انا بنتي. علاه باسكو كي نعطيها كي مثلا كيما ايزيس، شوفي كيما ايزيس وقرعه زيت قرعه ايزيس وقرعه تاع زيت، قلت لها جيب لها شري لها قرعه تاع دو ليتر وقرعه تاع ايزيس، شري لها مواد تنظيف، قلت لها شري لها قرعه تاع جافيل وشري لها وحده تاع صاليبو وشري لها الغومو، يعني ديك الساشيه تاع الغومو فهمتيني، باسكو البنات يغسلوا حوايجهم ثما وحدهم. من هادو قلت لها كي توصل ثما شريهم ليها باسكو على ما يتخلطوش مع الفيتامين هذه تاع الماكله فهمتي. قلت لك فراس دايره لها شويه تاع كعك، دايره لها شويه تاع كعبوش ثاني باش يرفدوا رواحهم شويه، قلت لها الكاطو اللي بغيتي ديري ديري روحك يعني دبري راسك، قلت لها المهم انا ندير لك الشيء اللي نقدر عليه انايا ديري روحك، الكعك يشد لها الكعبوش يشد لها الكاطو، قلت لها دبري سبوتي ديري شويه صابري ولا دبري راسك اللي تبغي ديريه ديريه، يعني البنات يدخلوا الكوزينه علموا بناتكم يدخلوا الكوزينه ماشي غير تماكيها وتلبسيها وتقولي انا بنتي صغير هي مراه واجده، ها انتم ثاني وجدوا بناتكم بالعمي كما وجدونا على مواتنا، ها هو غير العرسو والماكياج هذاك قال لك الزين يروح ولا والماكياج يروح ليدين وما الصح، هذه هي دوك تزيد شويه تاع ندير لها كعب شويه كعبو شويه دير شويه تاع صابلي، هذا هما قلت لها دي دير لها دير لها مخده دير لها كوات ودير لها زوج دراوات، يعني هذو اللي قلت لها ديريهم كيما داك بيت وحشك اللي تجفف به ولا تعلي تنقي به، قلت لها باها ديها وشري لها هذوك المواد اللي خاصينها اللي سيلو ديرهم لها في البيدو واعطيهم لها، يعني الشيفون هذو قلت لها اعطيها يعني دير في بيدو ثم ساهل الحال ثم ديها شري لها وصايي، وعلى خاطرش على الدروري في طايمه كيما هكا ولادكم اول باش ياكلوا مليح
ثانيا ما يكونوش محتاجين، ثانيا ما يجوعوش باسكو الاقامه الجامعيه يجوعوا مساكين. انا ولدي قال لي والله العجب، قال لي الناس اللي ما تجيبش الماكله كيما انا هكا، قال لي قسما بالله قال لي اللي يموتوا بالجوع. كاين اللي مسكين قالك تلقاه يغلي في البطاطا باش ياكل. لا نديروا لوليداتنا كيما هكا ويدوا رواحهم، وين ما يجوا نديروا لهم كيما هكا، وين ما يجوا يعني في الكونجي ولا وين ما يجوا نديروا لهم كيما هكا يكملوا قرايتهم. باسكو علاه كي تعطي هذيك النسبه تاع الدراهم، هاني عطيت انا لبنتي الدراهم وتلها تشري في هذا الصوالح، تروح في بلاد برانيه ما تعرفش الناس، فهمتيني؟ نتوما ثاني قوموا بناتكم وقوموا ولادكم، ما تعرفش الناس. هي صايي هي دوك هي دير مين تجيب الماكله، تاكل في ديك الماكله تاع الجامعه اللي مرات قال لك حاشك اخواتاتي الحيوان وما ياكلهاش. قال لك شي يرفدوا، يرفدوا غير الحليب ولا الباتي ولا ذاك البيض ولا الياوت اللي يرفدوا. هذيك الماكله قال لك ما تساعدش. انا بنتي قالت لي والله مرات الخبز يعني يجيبوه لينا تقول لك حل ما نعرف محمينه ولا ما نعرف كيف. يعني نصيحه للاخوات يديروا لوليداتهم كيما هكا في الموسم الجامعي باش ينجحوا وتكون عندهم ثمره. يعني نصيحه للاخوات كيما نقول لكم، كاين واحده شي الوقت بغيت نجاوبها يعني من حباباتي، قالت لي انا الزوج تاعي كي نرسل له يقضي يعني غير انا نقضي برك، يعني انا ندخل انا نشري انا نطيب انا ندير وش هي. قالت كي نعطيه يروح يقضي لي يجيب لي المدرح ويجيب الغالي، هذا ما يعرف. يعني كاع الاخوات شوفي يعانوا كيما هكا، بصح ما عندك كي ديري. يعني كاع رانا هكا، انا واحده شوفي مرات تروح شوفي نقضي ونجي ديريكت نطيب، عاد مانيش عامله نهار ريفي طايمه، شوفي نروح نقضي ونعاود نجي نطيب لولادي. كي نقولوا حنايا ونهار المره في الاسبوع نروح نجيب المشتريات تاعني تاع الخضره وهذه. يعني لازم المراه هي اساس الدار، يعني ما تبالكش بنتي غريبه ولا احسب. بصح انا كون جيت راعي يا اختي غير يدير لك الدراهم في يدك وروحي تقضي وضربي هاتف ويجا، وما تقعديش في الدار مغمومه ويجيب لك وما تصيش. قالت لك هي يجيب لك اللي في خاطرك ولا ما يجيبلكش. يعني كنت تسعفوني حمد ربي، الاخت اللي يعطيها الراجل الدراهم ويقول لها قضي انتيا تحمد ربي صباح وعشيه، قسما بالله لا تحمد ربي صباح وعشيه. علاه تحمد ربي صباح وعشيه؟ اولا تشري كيما تبغي هي، ثانيا ساعه ساعه تخرج تفوج، كل اسبوع تخرج تفوج، خير من اللي تقعدي في الدار وتقارعي له يجيب لك وما تعصيش له يجيب. نصيحة يعني كاع الاخوات راهم كيما هكا، وديجا مواتنا ثاني كانوا بكري كيما هكا، قليل قليل اللي كانت كنقول حنا انا ما صح كانت هي تقضي هي تدير كل شيء. يعني الاب يخدم وصاي، يعني يدينا خبره من انا عندي خبره يعني من تاعي. هذه هي الاخوات، يعني من الاحسن هذا الموسم الدراسي ديروا لولادكم ريفي تايم نتاعهم. يعني هذه كاع شحال بيجي، انا كنت خرجت من بيت الخزين، على قلت لك بيت الخزين بيت الطوارئ بيت الاحتياج، ما تمد يدك ما تتبعي. نصيحه لله دائما بيت الخزين. ها هو نجبد البنت تدي، وخطره اخرى ثاني كي تجي عطله ان شاء الله ثاني نعاود نعطي لبنتي، نكون ريكوبيريت انا في بيت الخزين من الشهر الجاي، ثاني كي نقضي ريكوبيري في بيت الخزين وصايي. فهمتوني؟ ما من العدس اللي درتها اليوم انا بديتها من بيت الخزين، ما رحت شريت عدس ما هم يحزنون. يعني ما تتبعوش هذوك الاخوات اللي تقول لك هو راكم جيعانين، وحده كثيره مالكي راكم جيعانين وراكم يا اختي انت اللي جيعانه، جيعانه كي تحتاجي، جيعانه كي تمد يدك، جيعانه كي تقعدي تشوفي في الحيطان وما عندك والو. هما اللي دايره بيت الخزين نتاعها كاع ما تحيرش، يا ليلة تنسى قسما بالله، ليلة تنسى يا اختي. قلت لها انا دار كيما دارت كيما داك اللي قال لها انا نعاون فيه في قبر امه وهارب لي بالفاس، انا نوريك يعني كيفاش تصحفظي، كيفاش تعيشي، كيفاش توفري الدور ونهار الحزه تلقيه انتيا. خاطش نعرفو كاين بزاف الازواج ما يمدوش الدراهم لنساهم، هذيك هي الدراهم دسيها العقوبه، تتشهي حاجه تشري بدعيه تساوي شعرك تسحقيها كيما هكا. كاين اخوات اللي ما يعطيهاش الدراهم الطبيب، يعني بركه من دوك لي كومونتير هذوك تاع احنا العرب ما نش عارفه كيفاه، على ديال اليوتيوب مصنفنا احنا لا عندنا توالا. هذه هي ديروا لبنياتكم كيما هكا وهنوا ريسانكم، بنتك تقرا وتحط راسها احسن ما تقعد تخمم غير في كرشها وجاعت وما جاعت، وهني راسك وساعه ساعه يعني يمشي عندها بويها يطلع عليها، يمشي عندها خوها يطلع عليها. باسكو نعرفوا الاقامه الجامعيه مخلطه فيها الزين وفيها الشين وفيها اللي متربي وفيها اللي مش متربي، فهمتوني؟ راكم تفهموا قصدي. ساعه ساعه يروح بويها يضرب طله ولا خوها يضرب طله ولا انت روحي ضربي طله ولا، فهمتيني؟ يعني الطفله ثاني تلقى تحس روحها بلي عندها يعني كاين ناس وراها. هذه هي كيما نقولوا حنايا يعني المشتريات ديرهم لبناتكم، وهذيك اللي تبغي خاطرها برا دبريسانكم عطوها الدراهم، المهم فهموها يعني تحفظ على دراهمها، يعني لا صوم اللي تعطوها لها لازم تحفظ عليها. ديري لها قلت لك كوات، ديري لها مخده ودير لها زوج دراوات، فهمتيني؟ والكسوه نتاعها باينه، ديري تعرفي هي الكسوه اللي تديها. وهذه هي وانا العدس نتاعي راهي طيب،
هذاك نوري لكم. ها وين العدس نتاعي من بعد اللي وجد؟ شوفي ما شاء الله، ها شوفي كيما كتشوفي عندها نص ساعه وجد لي. نقصي المهم نقصي نار الكيكوطه، يعني ديرها ابتي فوق يعني في الساعه وخليها يطيب كيما وريتك. ما تقويشيها الماء باسكو كي تقوي الماء يولي لك حريره، فهمتيني؟ ها وانا شوفي ولا اروع. سورتو السيده اللي ولادها ما ياكلوش الخضر، معناها كيما الزروديه وكيما البطاطا ما تبانش كاع حنايا، يعني كي تكثرت تبان غير كيما هكا ما تبانش، فهمتيني؟ الزروديه هاي وانا ما تبان، بصل ما يبان، حاجه ما تبانش كيما كتشوفي هنايا. هاي وينه يعني طبق، يعني ما عندي ما نقول فيه، احسن احسن من تاع المحترفين، يعني هذه عن تجربه، يعني دوها من عندي. ديجا انا دارتها في القناه، جربوا عده اخوات من قبل وعجبهم. هاي وينه، نتمنى لكم تدعموني بلايجام وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.